السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا عاشر؟ اليوم سوف نبدأ في وحدة العروض، لكن لن نبدأ في وحدة في بحر الهزج والبحر الكامل. سوف نأخذ مقدمة بسيطة عن العروض. العروض هو علم مختص بدراسة الأوزان الشعرية، وواضع هذا العلم قلنا في الفصل الدراسي الأول هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. قبل ما نبدأ في العروض نتذكر بعض الأشياء التي تم أخذها. تذكر هذين الرمزين، الرمز هذا يدل على حرف متحرك، الرمز زي حرف الباء، حرف متحرك اللي هو حرف عليه الضمة أو فتحة أو كسرة، مثل حرف مثلا ضربة، د ض ر ب ض ر ب، هكذا تفعل. أما الشحطة هي حرف متحرك بس حرف معها حرف ساكن، لما يكون هيك الشحطة هاي عبارة عن حرف متحرك، يعني حرف عليه فتحة أو ضمة أو كسرة وحرف ساكن، حرفين مع بعض يعني الشحطة، حرف واحد يعني حرف صحن، حرف الباء. القاعدة الأساسية في العروض هو كل ما يلفظ يقطع وليس كل ما يكتب يقطع. عنا كلمة مثلا هذا، هلأ أنا هذا هيك بكتبها صح؟ طبعا كيف بدي أقطعها؟ ها ذا، هيك أنا بقطعها، ها ذا، هذا كل حرف متحرك مع حرف ساكن، حرف متحرك مع حرف ساكن، هكذا هذا تقطع حرف شطرتين، هكذا. أيضاً عندنا بعض القواعد العروضية هي التنوين بأشكاله، التنوين الضم الكسر الفتح، تنويناً يلفظ نون ساكنة عند التقطيع، أيضاً الحرف المشدد يعني عليه شدة، لما أنا بدي أجي أقطع يعني بقطع حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. هناك حروف تنطق ولكن لا تكتب، يجب أن تكتب في العروض، مثل مثال لكن عروضيا، لكن 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 شحطتين. تختلف أو تحذف الألف واللام في ألة التعريف الشمسية إذا سبقت بحرف ويكون الحرف اللي بعدها مشدد، طل مثال والشمس، وش 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 شمس، ها فيش ألة التعريف. تحذف الألف من ألة التعريف القمرية إذا سبقت بحرف ولا يكون الحرف اللي بعدها مشدد، مثل والقمر. أيضا عندنا إيش؟ ما يسمى بالإشباع. إشباع هو جعل الحرف حركة الحرف الفتحة تصبح ألف والضمة واو والكسرة ياء، إشبعي الحرف، الحرف اللي أنا بدي أشبعه. عندنا بعض التفعيلات أنا رح أبعث لكم إياها إن شاء الله وتحفظوها، مثل تفعيلة مستفعل، 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 إن شاء الله رح أبعث لكم التفعيلات نحفظها. بعدها سوف نبدأ في بحر الهزج، فاعلة متفاعل، فعول، ها الفاء لحال، عو لا مع بعض، عو اعو وقل له ان لن، فعول، ما فا ما فاعل، حرف الاول لحال والباقي مع بعض، مو فاعل، عل تن مفاعله، مفعول تو تو، إن شاء الله يا عاشر رح نبدأ في التقطيع العروضي، إن شاء الله رح يكون موضوع سهل جدا. رح أكتب لكم القواعد الأساسية إنه نحفظها عشان أنا وياكم نمشي عليها بشكل مبسط وميسر بإذن الله تعالى. استودعتكم الله في حصة قادمة، نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.